اليوم موجودين على المتحف الوطني ببيروت بلبنان لنشارك بالوقفة التضامنية مع ثورة النساء ضد الحجاب القسري يلي بلشت مع مقتل جينا مهسا أميني. وكمان بمسنا شخصيا لأنه أنا كردية وجينا كمان كانت كردية، وهيدي المظاهرات كمان فرجت أكثر القمع الدائم اللي بتقوم فيه السلطات الإيرانية ضد الأكراد الموجودين هونيك. هو اليوم هو يوم تضامن عالمي دعت له النسويات الإيرانيات حول العالم. جينا لنقول إنه نضالنا كنساء وين ما كنا ما بينفصل أبداً عن نضال كرمال العدالة وكرمال الحرية، وجايين بس نقول إنه مش لحالهم. حياة نساء حرية، قصة مش قصة حجاب، قصة قمع واستبداد، قصة قمع واستبداد.